إذن في إطار اليوم العالمي للغابات واليوم الوطني للشجرة، قامت مؤسسة العمران بشراكة مع وزارة التربية الوطنية الممثلة في شخص المدير الإقليمي لنيابة العرائش بقيام بأنشطة تهديف شجرة لكل تلميذ بمؤسسة سينا الأمل الكائنة بحي المنار. وهذه الأنشطة ترمي إلى توعية التلميذ بأهمية المحافظة على العالم على الأشجار وعلى الغابات، والتحسيس بالمردودية ديالها وبالأهمية ديالها في حياتنا اليومية، وتربية حس المحافظة على هذه الأشجار والتوعية بها. وحنا نتمنوا أن هذا النوع ديال الأنشطة تكرر في هذه الأحياء مثل حي المنار، حتى تربي في التلاميذ حس المسؤولية وحس المبادرة وحس القيم المحافظة على البيئة بصفة عامة. وكنشكر السيد النائب الإقليمي على هذه المبادرة، وكنشكر مؤسسة العمران بدرجة أولى على هذه البادرة الطيبة، وكنتمنى إن شاء الله أنه تكون أنشطة أخرى في مجالات أخرى لتوعية التلاميذ وتنمية هذه الروح ديال القيم وديال الوطنية فيهم وديال المحافظة على البيئة وعلى المحيط بشكل عام.